والله اخوتي لاخذها والله. والله لاخذها والله. خلاف بسيط صار أمس بأحد فروع هاف مليون. طبعا في شخص سكيورتي يشتغل في احد الشركات الخاصه جاء الفرع هاف مليون، كلم احد زملائي بالفرع، جاء قال لا انا اشتغل، انا مرسول من الاداره عشان اضبط الاوضاع والزحمه وكل شيء. جاء قال لزميلي ان لا ان احنا ما جانا خبر في الفرع. فجاء قال لا انا طيب خلاص اجل ابغى بس قهوه مجانيه ودونت وبطلع. قال له ابشر صف السرة، السرة تقريبا فيه يمكن 15 شخص الى 30. قال له صف السرة وبعد اذا جاء دورك ابشر. قال لا ما راح اصف السرة، ودف زميلي وجاء دخل خالف الاجراءات والسياسات اللي متخذة سواء بهاف مليون او حتى الشروط اللي حنا ماخذينها من البلدية، لان في عدد معين يدخل جوة المحل ما نقدر ندخل اكثر من كذا. فخالف هذا النظام ودخل وتشادوا بين بعض وضرب احد زملائي في العمل وجته اصابه قويه وراح المستشفى منها. فالحمد لله بالنهايه هذا اخونا وهذا اخونا، فطبيعي كل الخلافات تصير. واحنا ترى والله بهاف مليون اهم شيء عندنا من اهتماماتنا رضاء العملاء والاهتمام فيهم قبل كل شيء. يمكن عندنا تصرف احسن من هذا، لكن الشيطان وارد في كل مكان والامن يشتغل ليل ونهار لامننا وسلامتنا وكلهم. والله صراحة على عيني وراسي، وأنا بكرة عازمكم شخصيا الكل رجل أمن سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص قهوة مجانية من هاف مليون علي أنا. الله يحييكم.